محمد البولديني اللاعب اللي كيبلغ من العمر 28 سنة تزاد في الدين الدار البيضاء يوم 27 نوفمبر 1995 بدأ مسيرته الكروية في نادي الرشاد البرنوسي العريق اللي كيتعتبر منجم للمواهب الكروية في المغرب ويكفي نقولوا باللي دازوا فيه لاعبين كيوسف السفري بوشعيب المباركي خوباش وهشام اللويسي وآخرون وقع أول عقد احترافي لي مع نادي الرجاء البيضاوي سنة 2015 اللي كان كيدربوا محمد فاخر آنذاك وللأسف البولديني مخداش الفرصة ديالو كاملة باش يبين على علو الكعب ديالو خصوصا أن فريق الرجاء كان كيتخبط في أزمة مالية كبيرة بحيث شارك فقط في 17 مباراة وسجل هدف واحد خلال 3 سنوات قداهم مع الرجاء واللي كان في غالب الأحيان كيشارك فيها كاحتياطي وفي يناير 2018 غيتوصل بعرض من نادي اتحاد طنجة مقابل عقد بقيمة 100 مليون سنتيم وبعد 6 مباريات لم يسجل فيها أي هدف تم إلغاء العقد ديالو مع النادي اللاعب اللي صبح بلا نادي حسب الليلة بقى في المغرب ما غاديش ياخذ الفرصة ديالو وقرر ياخذ تجربة جديدة من بعد ما تغلقوا جميع الأبواب في وجهه في البطولة المغربية ولكن هاد المرة وفي صيف 2018 غيجي عرض من البرتغال وبالضبط من نادي أوليفيرينسي اللي غيوقع مع عقد لمدة عام واحد وخا النادي كان صغير وما معروفش وكينافس في الليغا برو اللي بمثابة الدرجة الثانية بالنسبة للبرتغال ولكن كان هذا القرار محسوب وذكي حيث كان بمثابة الفرصة الأخيرة للاعب وبالفعل اللاعب ما استسلمش وكانت هذه التجربة بمثابة الانطلاقة في مسيرة اللاعب الكروية ومن بعد مقضى سنتين في البرتغال غيتوصل البولديني 27 أغسطس 2020 بعرض من نادي أكاديميكا كوينبرا البرتغالي اللي كيمارس بدوره بالليغا برو واللي غيوقع مع عقد لمدة سنتين وكان موسم 2021 الموسم اللي غينفجر فيه اللاعب تهديفيا بحيث في 31 مقابلة في موسمه الأول لعبها كرسمي غيسجل 15 هدف وغيحتل المركز الثاني لأحسن هدافين ليغا برو بعد كاسيانو لاعب نادي فيزيلا وسجل هدفا واحدا في الجولة الثالثة من كأس البرتغال في 23 نوفمبر الأمر اللي غيخلي أعين مجموعة من الأندية الكبيرة في البرتغال ترصد التحركات دياله وبالفعل في 18 يونيو 2021 غيتوصل بعرض من نادي سانتا كلارا اللي كينافس في الدوري البرتغالي الممتاز وغادي يوقع مع عقد لمدة 3 سنوات ومن بعد 14 مباراة فقط لعبها مع النادي غيتم إعارته في فترة الانتقالات الشتوية للفريق فويلا برادا اللي كيمارس في الدوري الدرجة الثانية الإسباني للفترة المتبقية من الموسم هذه الفترة غيتألق فيها البولديني وغيسجل 7 ديال الأهداف من أصل 17 مقابلة لعبها مع النادي الشيء اللي غيخلي مسؤولي النادي ليفانت يراقبوا اللاعب مما غيدفعهم في 23 أغسطس 2022 بتقديم عرض رسمي للنادي البرتغالي بحيث غيوقع في كجوفات نادي ليفانتي على عقد غيمتد لخمس سنوات والحدود هذه اللحظة قدر يسجل محمد البولديني 4 ديال الأهداف مع نادي الجديد الأمر اللي غيخليه حسب الكثير من المحللين يطرق أبواب المنتخب الوطني المغربي بشرط الاستمرار في تسجيل الأهداف خصوصا أن وليد الركراكي بحاجة للاعب مواصفاته داخل المجموعة اللاعب اللي كيتميز بالسرعة والقوة البدنية خصوصا في ظل الأداء الغير مقنع اللي كيقدموا بعض المهاجمين اللي تعطات لهم الفرصة في مجموعة من المناسبات وما قدموا حتى إضافة وكنظن أن وليد الركراكي بحاجة للاعب من طينة البولديني ويقدر يكون ورقة رابحة في بنك الاحتياط وكنعرفوا الأجواء والظروف في إفريقيا اللي كتحتاج لاعبين واقفين بدنيا ومستعدين يدخلوا في التحامات مع الخصوم لأن الأسود بعد الأداء المبهر في كأس العالم الأخير في قطر مطالبين بتقديم مستوى مشرف في كأس إفريقيا المقبلة اللي غتجرى في الكوت ديفوار مطلع سنة 2024.